ما نصيحتكم لطلاب الجامعة؟ هل يحضروا الدروس العلمية المقامة في المساجد أم يكتفوا بالمقررات الدراسية التي يدرسونها في الجامعة؟ في الدرجة الأولى الدروس النظامية يتقنونها، فإن بقي عندهم وقت فلا بأس أنهم يحضرون في المساجد، أما أنهم يحضرون في المساجد ويضيعون الدروس النظامية فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وهذا يسبب عليهم نقصاً في تحصيلهم وفي دراستهم. يقدمون الدروس النظامية فإن بقي وقت يحضرون، وإما بقي وقت يكتفون بالدراسة النظامية، وفيها خير إن شاء الله إذا أتقنوها وجودوها فيها خير. نعم.